السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر في ألمانيا. دي جولة في بوريكم بس الحاجات اللي هي بتاعت الشتاء، اللي هي مش بطاطين، اللي هي المفارش اللي هي بتحط على السرير وحاجات زي كده. دي مجموعة من الفور، دي حاجات طبعا الستات يعرفوها اكتر. ده فيديو قصير كده يعني، عشان دي الملايات مقاسات طبعا والوان. هنا المقاسات الاكبر، دي زي دفايات كده بتتحط فوق الملايات او حاجة زي كده. هنا برضو في الجنب حاجات الادوات المنزلية، الناس اللي هي بتعمل روتينات بقى، ام حسن طبعا انا مش عايز اتذكر الاسماء، بس هي يعني مشاهده جيده عندي، فحبيت بس يعني ايه ده الاسم اللي انا فاكره، بس هم كلهم كويسين يعني، انا بتفرج عليهم بس الاسامي كلها شبه بعض بصراحه، فما تزعلوش لو انا يعني ما ذكرتش حد. دي حاجات كده ادوات منزليه للناس اللي هي بتعمل روتينات. ودي العلب البلاستيك، الحاجات اللي بتحفظوا فيها الاكل. وده طبعا انا كنت عملت فيديو في الادوات المنزليه، بس ده محل تاني وعنده طبعا معروضات تانية. دي حاجات برضو الفاينخت داخل اهو على الابواب، ديكورات وحاجات. وفي مشاهد او مشاهده بيقول لي يعني الجو حلو عندنا، هوريكم الجو في الشتاء بيبقى عامل ازاي. فده كان فيديو قصير كده، حبيت اوريكم حاجه سريعه كده على السريع. يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. على فكرة لما بيدوس لايك انا بعرفه. اوكي يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا انا قلت في المحل الناس اللي بتدوس لايك انا بعرفها. في ناس هتقولي ازاي، انا اول ما بيجي للتعليق ببص اخش اشوف مين واشوف اللايكات كام، عشان تبقوا عارفين يعني. فاللي مش هيدوس لي انا مش هدوس له، ومحدش يدوس لحد على طرف. في ناس كانوا بيقولوا لي هنا الشتاء حلو، فاحنا كده لسه في الخريف طبعا، درجة الحرارة دلوقتي 7. فانا حبيت اوريكم برضو منظر كده يعني ايه الشارع من بره. وانا طلعت كده من سنتر، يعني المنطقة اللي احنا فيها دي، لان انا كنت قلت في فيديو قبل كده يعني اللهم صل على النبي، يعني المباني ما بتزيدش عن 3-4 ادوار، بس زي ما انتوا هتشوفوا هنا ان المباني هنا عالية. وانا قلت قبل كده ان في مباني بتبقى عالية، بس برضو هتلاقوها مستوى واحد زي ما انتوا شايفين كده. فده انا حبيت اديكم برضو فكرة كده من بره في الشوارع. وادي السنتر، وفي ده جراج بتاعه العمومي طبعا، دورين او حاجه زي كده. وهنا هتلاقوا كده بقى في جنينه صغيره وحاجات زي كده، وملاعب للاطفال كوره وسله وحاجات زي كده. فانا اتمنى ان يعني انا قلت انا كنت نهيت الفيديو على الجوله السريعه ديت، بس انا قلت اديكم برضو فكره كده عن الشوارع من بره. وهنا دي جراشات العربيات طبعا للناس اللي بتبقى ساكنه هنا. طبعا العربيات اللي صفه في الشارع دي يعني في علامات بقى مسموح لها بساعه، وفي مسموح لها بساعتين، وفي مش مسموح خالص. انا عندي دلوقتي الشارع اوريكم بقى ديت الخضره، دي ترمبه ميه للمشاهدين بتوع الارياف يعني، دي ترمبه ميه هشغلها لكم برضو اهي عشان تشوفوا. هتنزل ميه، لا وقفينها يمكن.
لا دي بايظة تقريبا، لان هي المفروض بتنزل مية، او يمكن بيفتحوها في الصيف او حاجة زي كده. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين هنا مفيش اشارة في الـ على مدخل الشارع، بس هنا في القوانين ان اللي جاي على اليمين يعني اللي جاي يقف للي على اليمين وحاجات زي كده. وفي طبعا علامة هكبرها لكم اهي، اهي دي بتدل ان هنا في مشاة او مدارس او حاجة زي كده، فطبعا الواحد بيحتاط شوية. دي يعني العلامات دي للحتت اللي هي مبيبقاش فيها اشارات او اللي هي جنب البيوت. فياريت يكون الفيديو عجبكم وتفعلوا زر الجرس، ويعني تشتركوا في القناة. واتمنى انا يعني انا الحمد لله وصلنا ل 500 مشترك، اتمنى شوية زيادة عشان المنتدى، ونشير للناس والناس تشير لنا، ونفعل الخير ونحب الخير لبعض. ويا ريت اللي يخش عندي يبقى بصدق، لان انا لما بدخل عند حد فعلا ببقى داخل بصدق، ويا ريت الصدق يعني يسود بين الناس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم في فيديوهات اخرى. وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى طويل شوية، هصور لكم شارع العرب ومنطقة العرب هنا في برلين، وان شاء الله هتعجبكم، وهتشوفوا ان المحلات كأنكم انتوا قاعدين في مصر او قاعدين في المغرب او قاعدين في الجزائر او حاجة زي كده يعني. ونشوفكم في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.